嗯。<Thank you. S 2> الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلاه الرحم في العصر الرقمي هذا العصر الذي نعيش فيه اليوم والذي تتسارع فيه التكنولوجيا التي دخلت الى حياتنا وشكلت مجموعه كبيره من التحديات خصوصا فيما يرتبط بالعلاقات التي نديرها نحن في داخل الاسره تغيرت طبيعه العلاقات او شكل العلاقات اصبح الواحد احيانا ينادي ابنه او ابنته من الغرفه المجاوره عبر الهاتف لان كل واحد اصبح ملتصق بذلك طبعا العصر الرقمي نتحدث ليس فقط عن الهواتف المحموله لكن هي الشكل الابرز اليوم الذي دخل في حياتنا وإلا اصبح كل شيء كانه داخل في الرقمنه ما بعرف لاحقا يمكن يوصل الانسان الى مرحله حتى حاجاته يستطيع ان يطلبها على الروبوت دخل بشكل وباخر الى بعض المجالات وبالتالي يمكن أن يطلب الإنسان حاجاته من هذا الروبوت، البعض أصبح يتحدث اليوم عن حياة أخرى افتراضية، يضع الإنسان نظارات معينة ويعيش في عالم آخر. لا يعجبه كل هذا العالم الذي وفيه، يستطيع أن يذهب سياحة إلى أي بلد، يستطيع أن ينزل في أي مكان، يستطيع أن يتجول، يقيم علاقات مع آخرين افتراضيين موجودين. وبالتالي يستغني عن كثير مما عنده في المجال وفي الزمن الفيزيائي اذا صح التعبير الى المجال الافتراضي الذي هو عباره عن مجال رقمي بشكل اساسي صله الارحام هي واحده من العناوين التي القران الكريم تحدث عنها ايضا روايات النبي صلى الله عليه واله اهل البيت حتى الاديان السابقه كلها تحدثت عن اهميه صله الرحم وهي الصلة المرتبطة بالقرابة عندما نتحدث عن صلة يعني نتحدث بتعبير آخر عن تواصل الأرحام الأقرباء بدءاً من الدائرة الضيقة الوالدين والأبناء هما بعنوانهما لهما بعض الخصوصية لأن الإنسان ما بيطلع منهم عادة يعني بداخل أسرته لا بيطلع الإنسان من والديه ولا بيطلع الإنسان من أولاده لكن لاحقاً لدينا دوائر أوسع لدينا الاعمام والاخوال، لدينا العمات والخالات، لدينا اولاد الاعمام واولاد الخالات والاخوال والعمات، لدينا الاجداد اذا كانوا موجودين، لدينا مجموعه من القرابه التي عاده ما يمكن ان نجدها في ثلاثه اجيال اساسيه، الانسان و يعني مستوى والديه الاعمام والاخوال وايضا ما بعد ذلك الاجداد وربما اقرباء الاعمام والاخوال او اقرباء والده عندما نتحدث عن صله الرحم نتحدث عن هذه الدائره من القرابات والتي قد تكون في بعض العوائل كبيره جدا يعني اعداد كبيره اذا كانت عائلات, عائلات تنجب كثيرا فمن الطبيعي ان نجد اعدادا ربما يصلون الى المئات احيانا فهذا الموضوع ايضا يطرح نفسه كيف نتواصل مع ونصل أرحامنا بما يتعلق بهؤلاء مئات الأشخاص كيف نتواصل اليوم واحد أنجا يخلص بحاله كما نقول ما نطرحه اليوم من إشكالية لا علاقة بدخول العنصر الرقمي اليوم كأساس في العلاقات والواقع العصر الرقمي هو إشارة إلى هذا العصر الذي نعيش فيه والذي يبدأ من نقطة أساسية وهي أن الجميع مشغولون بأعمالهم الواحد منا لديه عمل، وهذا العمل ندخل فيه لننتج في الحياة، ليعتاش الإنسان، ليطور الإنسان ربما أيضاً مستواه المعيشي، ليحصل على حاجات معينة، البعض يستغرق في أعماله إلى درجة حتى لا يلتفت فيها إلى نفسه إلا بعد سنوات طويلة من العمر يريد أن يتقاعد يبدأ ليفتش عن حياة ما قد خسرها في كل هذه السنوات السابقة، لماذا؟ لأنه انشغل في العمل النظام العالمي اليوم هو نظام قائم على الإنتاج وبالتالي الإنسان المنتج الذي يحصل على مال مقابل العمل هو الإنسان العامل والإنسان العاطل عن العمل هو الإنسان الذي ربما لا ينتج بهذا المضمار لا ينتج ماديا حتى لو كان يعمل 24 ساعة في 24 ساعة يعني ربة المنزل أو الأم التي تختار هي أن تعمل في داخل المنزل مثلا هذه تعتبر بالتصنيف العام اليوم بالوجهة العامة غير عاملة عاطلة عن العمل بينما هي قد تكون أكثر عملا من كثير من العاملين في مجالاتهم لأنها تهتم بهؤلاء الناس الذين تدير شؤونهم بدءا من الجانب المعيشي إلى الجانب الروحي إلى الجانب النفسي إلى الجانب الاجتماعي إلى الجوانب التي لها علاقة بإدارة مشاكلهم تهتم بمستقبلهم بطموحاتهم تتحدث معهم وهكذا بتعبير اخر اليوم لدينا اعمالنا بطبيعه الحال ننشغل وهذا الانشغال يستغرق منا وقتا في وقتا في اليوم والليله وبالتالي قد نجد انفسنا مضغوطين على مستوى ايجاد مجالات للتواصل الاجتماعي مع الاقرباء احيانا الانسان مع اولاده ووالديه ما بيلاقي وقت فكيف مع الاقرباء الذين هم في دائره ابعد فاذا هذا واحد من العوامل التي تطبع هذا العصر بشكل اساسي. بالسابق يمكن كان الواحد ينزل الى اذا كان بالمجتمعات الزراعيه كان ينزل الى المجتمع الى الى الحقل مثلا ويزرع ويرجع الى يجني احيانا في موسم معين ما يعوله الى سائر ايام السنه، فلديه متسع من الوقت. طبيعه الحياه ربما السابقه في القرى وما اشبه ذلك كانت فيها هذا النوع من التخالط. كان الناس يلتقون في الدار الكبيرة للعائلة حتى سكنهم يكون متحلقا حول الدار الأساسية التي يتفرع منها دور معينة اليوم لا أصبحت الأمور أكثر تعقيدا طبيعة العصر إذا الذي نعيش فيه بدءا من الانشغال العملي إلى مجالات أخرى لها علاقة حتى بكيفية الحياة والسكن وما إلى ذلك أصبحت تأخذ من الإنسان الكثير من الوقت إضافة إلى ذلك لدينا الجانب الفردي الحالة الفردية نحن نعيش في عصر فيه الكثير من الإحساس بالذات بالأنا ولذلك سابقا ومنعرف نحن من سير أبائنا وأجدادنا كان إذا تدخل الأب أو العم أحيانا أو الخال يأتي ويتدخل ينصح ابن أخته أو ابن أخيه كان يتقبل بالعكس كان هناك نوع من الاحترام المتبادل، كان نوع من التقدير، كان نوع من النظرة التي يختزنها الجيل الثاني او الثالث إلى جيل كبار السن بالنسبة إليه، ليس بالضرورة كبار السن بمعنى أنهم وصلوا إلى السبعينات أو الثمانينات، لا، حتى من هم أكبر منه بسنة أو بسنتين نجد هناك نوع من الاحترام، تجربة معينة ينقلها واحد من الأقرباء، ليس بالضرورة الأب والأم لا نجد في ذلك الوقت أن الأب يأتي ويقول لأخيه لو سمحت لا تتدخل في أولادي خليك بشغلك اليوم وصلنا إلى مرحلة أبعد من ذلك أصبح الفرد في داخل الأسرة يكاد يقول لأبيه ولأمه لو سمحتم ليس هذا شغلك أنا إلي حياتي وليكن حياتكم وقد يتسلح البعض ببعض الروايات أحيانا لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم وبالتالي بيقول له أنت بزمان نحن زماننا شكل القيم لا تتبدل في الحقيقة صحيح الوسائل تختلف شكل الحياة يختلف بعض بعض الأدوات التي نأخذ بها في حياتنا تختلف لكن القيم تبقى هي ذاتها العلاقات تبقى هي ذاتها حاجات الإنسان حاجته للتجربه حاجته للخبره التي كان ياخذها الانسان من من سبقه من الاجيال هذه اصبحت اليوم تكاد تكون مفقوده ليش كل واحد منطوي على نفسه اضيف الى كل ذلك اليوم الجانب الرقمي دخل هذا هذه البرمجيات لتجعل الانسان منشغلا اكثر مسرعه حتى في امكانيه واحد ينتج ويعمل كذلك في الوسائل الرقمية اليوم عندك ناس تسأل عن العمولات الرقمية هل يجوز الدخول فيها أو لا البورصة اليوم واحدة من الأمور التي دخل الإنسان فيها في أسواق افتراضية رقمية طبعا لها واقع ما لكن بالنهاية يحتاج الإنسان إلى كمبيوتر وموصول إلى شبكة الإنترنت ويمكن أن يدخل إلى أي مجال سوق في العمل أصبح الانشغال أيضا كذلك لا يحتاج إلى الكثير من التنقل وما إلى ذلك اعتمادنا اصبح على الخارج كذلك شبكه واسعه من الامكانيات الموجوده ثم هذه التطبيقات التي جعلت التواصل يخضع ايضا للجانب الرقمي بحيث اصبحنا نشهد بعض الظواهر التي لها علاقه بالتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن الانسان فيها يعيش فردانيته في الحقيقه يعني عاجبني اليوم انا ابعث رسائل والله ما عاجبني نفس الشيء اصبحنا كذلك أحيانا بيوصل الواحد رسائل من أقربائه ما بيهتم بالأعياد أحيانا مش بس في الأيام العادية لا في الأعياد يصله رسائل لا يتواصل فإذا أصبحنا منطوين على ذاتنا وأصبحت أيضا وسائل التواصل اليوم الهاتف المحمول اللي بين أيدينا أصبح كذلك نعيش فيه فردانيتنا وبحاجة نلاقي حالنا عندنا قادرين نعيش عالمنا والذي نريد قادرين نذهب إلى حيث نريد نتصفح الصفحات التي نريد نتطلع إلى الآفاق التي نريد ونحن حتى لو نحن قاعدين بين أفراد الأسرة ما عندنا مانع فإذا هذا دخل أيضا ليعزز أو ليزيد من هذا هذه الإشكاليات وهذه التحديات إذا بدنا نروح الآن نسأل حالنا ما هو العمل إذا ذلك في عندنا تحدي اليوم موجود اللي هو هذا النوع من الابعاد او العوامل المتنوعه اللي لها علاقه بالانشغال، اللي لها علاقه بالفردانيه، اللذه الفرديه اصبحنا نعيشها لذاتنا، ما عاد نحس بالفرح والسرور في ضمن الجماعه. طيب هذا تحدي اضيف له كذلك كل هذا الجانب من الانفتاح الرقمي والتكنولوجيا الرقميه التي تزداد تسارعا في نوعيتها وزخمها يوم بعد يوم. هذا تحدي كبير اذا موجود. مفروض نحن نرجع إلى هذه المنظومة التي لدينا نحن لدينا منظومة قيمية والله لا نحن نستند إلى الإسلام نستند إلى المنظومة الإلهية الله سبحانه وتعالى قال لنا أمرنا بأمور لفتنا إلى أشياء قال تفكروا وجهنا إلى مسارات وخطوط وقال لو سلكتموها تعيشون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يعني السعادة والأمن في الحياة الاجتماعية أكثر من آية بتحكي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هلا أحيانا واحد بيقول لك شو الله بده يكلفني أنا شو بدي أعبده بدي صلي له شو بحاجة للصلاة وللصوم لا هو هذا كله لأجل أن يعيش الإنسان الأمرين اللذين يبحث عنهما كل الناس كل البشرية اليوم تبحث عن أمرين الأمن والسعادة الأمن بمعناه الواسع مش بس الأمن العسكري لا الأمن النفسي والأمن الروحي والأمن الاجتماعي والغذائي كله صاروا يسموه الأمن اليوم الأمن والسعادة الله بيقول فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما برجع أنا إلى هذه المنظومة حدد ساعة إذن هذا التوجه إلى أين إلى أين أنا أسير إلى أين ينبغي أن أتوجه كيف ينبغي أن أتعامل اليوم مع هذا النوع من التحدي الذي تزداد فيه اللذة الفردية بدي أرجع لوين بدي أخذ من هذا المعين الأساسي إذا منروح على كثير من الآيات القرآنية اليوم اللي بنلاقيها قدامنا موضوع الأرحام موضوع محوري وأساسي وغالبًا بنلاقيه مربوط بامرين اساسيين مربوط بتقوى الله عز وجل بالعلاقه بالله عز وجل بنلاقي حد الارحام الانفاق حكينا عنه بلقاءات سابقه الانفاق دائما لله للوالدين والاقربين دغري مباشره هناك نوع من التراتبيه الارحام مذكورون بعض الأمور التي يعيش فيها الإنسان عفوية ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم وأبنائكم و و إلى آخره بمعنى بيدخل الإنسان إلى هذه البيوت بشكل عفو يعتبر حاله ببيته هلأ هالأيام صارت الموضوع لا إذا بدي يروح الواحد بدي يأخذ موعد يعني تعقيدات كثيرة اللي حكينا عن أسبابها هو هذا العصر الذي نعيش فيه فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي هذا ربط فإذا العلاقة بالله عز وجل ربطها الله سبحانه وتعالى ربط هذه العلاقة بالعلاقة بالأرحام في الحياة. فهذا بدل على أهمية الأمرين، لما الله بيذكر شغلتين مع بعضهم البعض معنى ذلك أن الأهمية الأولى تعطي أهمية للثانية، إذا تقوى الله عز وجل الارتباط بالله سبحانه وتعالى أساس في حياة الإنسان فإذا العلاقة بالأرحام إذا ذكرت مع العلاقة بالله عز وجل تفيد هذا الجانب. لافت ان موضوع الارحام مربوط ايضا بالصلاح والفساد في الحياه فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله بايه ثانيه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون يصلون ما امر الله به ان يوصل كل هذه الايات التي تحدثت عن القربه تحدثت عن الارحام تحدثت كاشاره وعرفنا من النبي واهل بيته عليهم الصلاه والسلام ان هذه التي امر الله بها ان توصل هي الرحم هي هذه القرابه هذا يدل على ان الموضوع لا ليس موضوعا هامشيا وانما هو موضوع اساسي وكمان مش الموضوع قبلي يعني مش ناشئ لأنه والله المجتمع النبوي الإسلامي أو المجتمع اللي كان جاءه الإسلام هو كان مجتمع قبيلة والإسلام يجي أكد على الموضوع لا أصلا الإسلام نسف بعض طريقة التعاطي أو الذهنية القبلية والعشائرية بالعكس الله حكي عن أبو لهب اللي هو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم <exactly> <مليون> عم النبي ذكروا <مليون> بالإسم تحدث عن ابن نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هذا الموضوع مش مرتبط بس لأنه نحن عندنا قرابة نسبية ونريد هذا الجانب لا الموضوع مرتبط ببنية اجتماعية يريدها القرآن الكريم أن تكون متماسكة وهذا بيكون هدف أساسي واستراتيجي الإسلام يطرحه يعني بده المجتمع الذي يبدأ تماسكه من الأسرة الضيقة ثم الأسرة الأوسع الممتدة اللي بنعبر عنها الأسرة الممتدة والعائلة الممتدة ثم بعد ذلك لمجتمع المؤمنين عموما فإذا القرآن الكريم أيضا يتحدث عن ذلك من روح للنبي صلى الله عليه وآله بعض الروايات تحكي عن صلاة الأرحام وفوائد صلاة الأرحام نتائجها وآثارها النبي صلى الله عليه وآله يقول إن القوم لا يكونون فجرا ولا يكونون بررا لا يكونون خيرين فاسقين فاجرين فيصلون ارحامهم فتن فتنمى او تنمو اموالهم او تنمي اموالهم او تنمي اموالهم وتطول اعمارهم او فتنمي اموالهم من صله الارحام وتطول اعمارهم فكي اعمارهم فكيف اذا كانوا ابرارا بررا؟ روايه ثانيه عن النبي صلى الله عليه واله يقول اوصي الشاهد من امتي والغايبه منهم ومن في اصلاب الرجال وارحام النساء الى يوم القيامه نحن هلا عم نسمع نحن من هؤلاء يعني وصيه رسول الله صلى الله عليه واله الينا ان يصل الرحم وان كان منه على مسير سنه يعني مسير سنه عم نحكي واحد ليوصله بده كان في ذلك الوقت بالسير العادي بده سنه هلا كانوا يقطعوا 44 كيلومتر بيوم او بنص يوم يعني 88 كيلومتر بال 24 ساعة. إذا بدنا نضربهم <applause> بنحسب قديش؟ يعني بالصين هلا بده يكون بتوصل رحمك بالصين. طيب في ذلك الوقت كان الموضوع هالقد الإسلام عم يهتم فيه، عم بحفز لإله. هم بيعطينا إشارة إنه هلا الموضوع صار سهل. إذا واحد فعلا قريب ومسافر بعيد عن العين مثل ما بيقولوا بعيد عن الاهتمام، هلا عن القلب قد يكون شوي، بعيد عن الاهتمام على الأقل. طيب الآن أصبح متيسر في العصر الرقمي شيء انه نوصل هذا الرحم ومع ذلك ومع ذلك قد نجد باننا لا نصل هؤلاء، بعيد عنك لكن ما بتتواصل انت وياه مع انه سهل التواصل اليوم اسهل من قبل. ايضا ان الرحمة لا ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، النبي صلى الله عليه واله. بروايه ايضا واحد اتى للنبي صلى الله عليه واله يقول يا رسول الله ان لي اهلا وهاي عنا اياها كثيرا في مجتمعاتنا، في علاقاتنا، ان لي اهلا كنت اصلهم وهم يؤذونني. هلا نحن اكثر اقل من هيك، نحن بنقول كنت اصلهم وهم لا يصلونني، فانا ببطل لا لا اكثر من ذلك. عم بيقولوا للنبي كنت اصلهم وهم يؤذونني، يعني بس روح زورهم ما في مثل ما بيقولوا اليوم التنمر المصطلح جديد هو سخرية هو نوع من العتاب التعيب الدائم لهؤلاء طيب ما في شيء سلبي إلا ما بيجيبوا لك إياه ما في تنقيرة كما نعبر نحن بتعبيرنا إلا بيجيبوا لك إياه مدك شيء نزورك نحن نرتاح شوي. نشربنا كيس شاي ونروح مع ذلك يؤذونني وقد أردت رفضهم خلاص بقطع الموضوع بقطع معهم العلاقة فقال له صلى الله عليه وآله إذن يرفضكم الله جميعا قال وكيف أصنع قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك فإن فعلت ذلك كان الله عز وجل لك ظهيرا عليه عليهم ظهيرا معنى الله بتكفل فيهم هؤلاء بعدل أمورهم بعدين ما في مشكلة بس أنت اللي عليك تجاه الله سبحانه وتعالى يعني العلاقة مع الأرحام تبدأ من العلاقة مع الله عز وجل الله شو بده بيشتغل شو ردات الفعل بصير ديرة أنا بطريقة ما لكن لا اقطع الرحم لان الرحم يقطع معي، لا ارفض هذا الرحم والصله معه لانه يرفض التعامل معي او الصله او يقدر او يشكر، هؤلاء يؤذونه ومع ذلك النبي بيقول له لا لو رفضت انت لكنتم كلكم قاطعي رحم فعلى الاقل خليك انت واصل وانت اذا وصلت من جهتك فهم يصلون ولو بطريقه سلبيه يعني هن عم يحتكوا فيك فعلى الأقل يرحمكم الله بناء على الحديث السابق إن السابق أن الرحمة لا تنزل على قاطع على قوم فيهم قاطع رحم فعلى الأقل بتضلوا معلقين بطرف برحمة الله عز وجل هذا حديث رسول الله صلى الله عليه واله من محاسن كلام أهل البيت عليهم السلام أيضا الإمام الصادق عليه السلام يقول في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال هي ارحام الناس ان الله عز وجل امر بصلتها وعظمها الا ترى انه جعلها منه هذا اللي كنا نحكي عنه قبل شوي ايضا عن الامام علي عليه السلام قال الا لا يعدلن احدكم يعني ما يميل احدكم ما يترك احدكم عن القرابه يرى بها الخصاصه الخصاصه هي نوع من الحاجه في شيء تحتاجه هذه القرابه وخصوصا بأيامنا الصعبة قد لا يلتفت الإنسان إلى القريب ويذهب لأجل الوجاهة الاجتماعية فيزكي أمواله عند الجهة الفلانية لأجل علاقات عامة أما أقرباؤه لا يلتفت إليه وكثير من الناس يفعل ذلك ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه يعني إذا تركه عنده ما حيزيدوا وماشي حاله، الله سبحانه وتعالى منعم عليه. وأيضا لا ينقصه إن أهلكه، إذا واحد صرفه وأعطاه لقرابته ما حيأثر عليه كثير. يعني هو حاجاته بتعبير آخر، حاجاته مالك قائم فيها. إذا زدت أنت هالمعونة لأقربائك ما حتأثر عليك، لا سلبا ولا إذا أنت تركتها عندك رح تأثر عليك إيجابا بمعنى أنه أموالك رح تبين والله، لا، أنت ماشي حالك، أمورك ماشي أيضا الإمام الحسين عليه السلام قليل من ليه هيك أحاديث عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام يقول إن أوصل الناس من وصل من قطع إن أوصل الناس من وصل من قطع هلأ إذا نحضر عاشورة هذا صار من الأحاديث التي يحتج الله سبحانه وتعالى بها علينا تبكي على أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأنت تقطع رحمك ما بيزبط لأن أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أوصل الناس من وصل من قطعه وليس من وصل من وصله مش اللي بيزورني بزوره هي تجارة بمعنى أنه في تبادلية معينة يعني أعطيتني بعطيك هذا حد الأدنى أما أن تصل من قطعك أنت تبادر بدأت الخير أنت فأنت لك فضل عليه الإمام الباقر عليه السلام يقول صلة الأرحام أكثر من حديث بهذا المجال صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكف تخلي الانسان ايضا طبعا هذه الصله الاقتصاديه يعني خلينا نشوف صله احيانا نفهمها شو زيارات تواصل بالرسائل لا في صله حقيقه صله اقتصاديه حاجات القريب منك هل تسدها له اذا كنت تستطيع هاي صله ولا تخيل واحد ما عم ياكل وما عم يشرب وانا عم باكل وبشرب اولادي عم ياكلوا ويشربوا وانا مش معتني فيه لو زرته تصله في يعني نقول هذه صله في شك ان نقول هذه صله هذه زياره جيد لكن ليست صله كما يعني يعيشها المفهوم هذا وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ الاجل يعني بتزيد العمر وهي هول امرين زياده الرزق وزياده العمر انطلاقا من صلة الرحم في أكثر من حديث فيه هلا هل بالمعنى المادي قد يستبعد الإنسان ذلك بقول لك شو والله زيادة العمر كيف عند الله ما هو الله بيده الحياة خلق الموت والحياة بيده كل شيء الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الله بيد ذلك والله سبحانه وتعالى يقدر الأعمار وفقا لي ما يقوم به الإنسان جزء من ذلك وذلك أحيانا بعض الروايات بتقول بيكون بائله للواحد ثلاث سنين من عمره المفترض لكن لأنه كان يصل الرحم فيحولها الله ثلاثين سنة على الله مش بعزيز طبعا هذا بده الحال الإيمانية أما الحالة المادية بيقول لك لا ما مش وصلت الأرحام شو على أبس الله سبحانه وتعالى لأنه يريد ذلك فجعل ذلك الأجر من منه عز وجل الإمام الهادي عليه السلام يقول في بعض المناجات موسى عليه السلام لله سبحانه وتعالى قال ما جزاء من وصل رحمه قال يا موسى أنسي أو أنسئ له أجله وأهون عليه سكرات الموت بس يجي الموت في واحدة من الأمور أن هذه الصلة للرحم هلا هذا الموضوع كيف بعرفش بعدين بيكتشفوا بعصر الاكتشافات الرقمية إيه في شيء ما ذبذبات بتصير ما بعرف تهون على الانسان، يعني حتى بالمعنى المادي ان شاء الله بيوصلوا له، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. الله سبحانه وتعالى شهيد على كل هذا العالم، كل ذرات هذا العالم، بالتالي في يوم من الايام قد نكتشف الكثير مما كن كان الناس يستبعدونه، بكل الاحوال هذه هي الوجهه الايمانيه، اذا هناك صله رحم هناك فوائد لصلة الرحم حتى على المستوى المادي، إذا أنا أريد أن أقوم بشيء وأنا أحصل على عائد منه وبهمني هذا العائد، أكيد الإنسان شو بيهمه؟ حياته ورزقه أكثر اثنين، الله عم بيقول لك صلة الرحم أنا بدي إياها منك لأنها ترتبط ب أساسي لمجتمعات لصلاح المجتمع لصلاح الإنسان الفرد، أيضا هي تحصل من خلالها على هذين الأمرين اللذان يهمان كل إنسان الرزق ويحصل من خلال ذلك على يعني يوفق الله الإنسان للرزق أحيانا بيروح الواحد بيبحث عن شغل ما بيلتفت أنه هو راح زيارة عند حدا هذا الحدا بيقول له الله بيفتح بوجك إن شاء الله وظهر من عنده فجأة التقى بشخص ما بيعود بيلتفت الإنسان أن لولا هذا النوع من الدعاء الذي حصل بسبب صلة الرحم حصل وفقه الله سبحانه وتعالى ليحصل على الرزق. بالنتيجة خلينا نسأل حالنا سؤال كيف نصل أرحامنا في العصر الرقمي؟ هلأ هل أولا التواصل الفيزيائي أمر أساسي يعني بمعنى نتواصل جسديا، هلأ هل إجت كورونا شوي سنتين أكثر من سنتين ما بعرف لوين واصلين عملت لنا مشكلة في عنا بعض الروايات أنه الرحم يح يمسها الإنسان يعني هذا التماس الجسدي مطلوب ليش جزء من سكينة الإنسان النفسية تحصل بالتماس الجسدي مع الأرحام والله أباح ذلك طبعا الغربيين وصلوا إلى مرحلة ما في تماس يعني عشوي يعني إذا بيسلم رجل على رجل أو بقبل رجل رجل أو مرأة مرأة بشكوا فيهم يعني لأنه صار خلص عملوا هيك نوع من سياق غير غير طبيعي بهذا المجال لكن هذا الرحم إذا مست سنك سكنت حتى بعض الأحيان إذا غضب الإنسان وكان الذي يغضب منه رحما فليمسه بعض الروايات فإن الرحمة إذا مست سكنت فإذا التواصل الفيزيائي الجسدي المادي نروح عند الناس نتواصل مع الناس ننظر إلى عيونهم نتفاعل معهم بشكل مباشر هذا مطلوب هلا هل إلى أن تنقضي ينقضي هذا البلاء أسأل الله سبحانه وتعالى أنه لكن نحن نجد أنفسنا جميعا مقصرين خصوصا بس يكتروا يعني الارحام بده يزور الواحد اذا بده يلحي ما بيلحي هلا لو عملنا جدول ممكن واحد يلحي بالسنه بيطلع له زياره مره ويتواصل بطرق اخرى اللي هو التخصيص الافتراضي انا ليش سميته التخصيص الافتراضي لانه عندنا اليوم نوع من التواصل الافتراضي اللي هو سهل التواصل بين الناس البعيد اليوم نستطيع نحكي معه كانه قريب طيب الآن فعليا قد نجد أنفسنا في بعض الأحيان خصوصا في المناسبات بنلاقي حالنا أنه نحن كيف نتواصل عندنا يعني دليل الهاتف مجموعة كبيرة من الأرقام نبعث لإلى شو رسالة واحدة نهنئكم بالعيد وكذا وآملين لكم كذا هو مش يعني ليس بلدية عم تهني المواطنين <applause> ولا وزارة عم توصل يعني تهانيها بالعيد لهؤلاء أنت في أرحام السابق كان البعض يرسل رسالة كان يتفقد أحواله بيروح للذاكرة بجيب هذا الإنسان شو بيهتم والله بيقول له أنت كنت كذا كذا لما كنا نلتقي كنا نروح على هذا المكان وكنت أنت تحب كذا بعدك هيك والله تغيرت في نوع من التواصل الإنساني العفوي اللي كان في ذلك الوقت اليوم بهذا النوع من التواصل نفقده لذلك بده الإنسان يعمل برمجي ليومياته على الأقل يوم الجمعة لو أخذنا نصف ساعة اليوم إذا نحكي بشيء عملي نصف ساعة كل يوم جمعة بس نرسل رسالة لكل شخص لكن نخصصه بها يعني الرسالة لعمي اللي أنا عارف أنه عنده الآن مشكلة صحية مش حابعت هي ذات الرسالة إلى شخص لا عايش مرتاح لكن عنده والله بعض ال الأقرباء بعيدين عنه هو يتوق إلى أن يراهم له زمان مش شايفهم في فرق الأول أنا بقول له الله سبحانه وتعالى يمنع لك بالصحة والعافية بحس حاله شو هناك صلة حقيقية لذلك بنقول تخصيص افتراضي بستخدم أنا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بستخدم هذه التطبيقات التي سهلت التواصل بين الناس لكن بخصص هاي بتكون صلة حقيقية أما أرسل رسالة إلى عشرين واحد ومنهم أبوك وأمك وأخوك وأختك, وأختك وأ الأقرباء كلهم ورسالة هي ذاتها فيك تبعتها لأي شخص ما حيشعر أصلا هو بالاهتمام بعد ذلك ولذلك من مرة هلأ بيوصلنا كثير من الرسائل بنقول له هاي مبعوثة لكل العالم يعني أنا مش مش مقصود فيها بس يبعث لك الواحد يا فلان الفلاني سلام عليكم كيف أحوالك أنا عرفت عنك كذا 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 بيصير عندك نوع من الاهتمام في أن ترد عليه لذلك نحتاج اليوم بالعصر الرقمي الذي سهل صلة الأرحام لكن ان لا ناخذ ببعض ما نعتاده نفكر شوي ما صله خاصه وهذا اللي بيكون فعليا ينطبق عليه صله هديك ما بتكون صله بيكون رساله عم ببعثها اصلا ما بكون عارف انه يمكن هؤلاء الاقرباء من هذه الرساله يمكن احيانا نعمل نوع من المجموعات التي نتواصل فيها ولو من بعيد نتفاعلوا في كثير من الناس تعرفوا على بعضهم البعض أجيال ما كانت تعرف أولاد بعضها البعض يعني الجيل الأول ما صار يعرف مين شو ولد له فلان الحياة تأخذ الإنسان مثل ما قلنا لكن بمجموعات معينة صاروا يعرفوا بعضهم صاروا يتواصلوا صار في قرابة كان في بعد أحيانا في جفا أحيانا لكن أصبح هناك نوع من المودة الموجودة نتيجة شو نتيجة هذا النوع من التواصل الرقمي والتخصيص الافتراضي إذا صح التعبير الامر الثالث اللي وجدناه ببعض الروايات ان الصله ليست فقط صله على مستوى الزيارات ولا الرسائل، وانما ايضا صله تتطلب تكافل اجتماعي. مش صحيح انه انا بكون عم بوصل رحمي اذا كنت انا عم ببعث له سلام كل يوم، وعم ببعث له رسائل كل يوم، ويمكن عم بحكي معه هاتفيا، لكن بنفس الوقت انا عارف انه هو عنده وضع اقتصادي ضيق ولا اعينه وعندي انا اموال مش الحال بقدر استغني عنها لا بتاثر علي سلبا ولا اذا تركتها حتاثر علي ايجابا لانه هي مودعة وما فيها شيء لا وظيفه لها يعني شو المانع تكسب فيها اجر تصل هذه الصله عند اذن يعني بنقول هذا وصل رحمه عندما كان له حاجه وسد هذه الحاجه اما لا ما سدينا سد له هذه الحاجه ما بيكون هذه صله كامله على الاقل هذه صله اجتماعيه بعض الروايات تقول لك شو إذا شاف خصاصة عند بعض أرحامه أن يسدها لهم ببعض ما عنده يمكن أحيانا فليسعد النطق إن لم تسعد الحال ما أدر لكن أنا بقدر أحكي كلمتين أنا يريد فعليا قادر هذا أمر أساسي بموضوع صلة الأرحام خصوصا في ظل الأزمات الأمر الأخير يعني لنفهم كمان ليش صلة الأرحام أساسية الأجيال نفسها عندها حاجات بيقولوا احيانا هلا انا ما بعرف بس انه بتصور كبار كبارنا بيعرفوا بيقولوا ما اعز من الولد الا ولد الولد هلا ليش؟ لعله واحد من الامور ان الانسان لما بيكون عنده وصل الى مستوى من العمر صار اصبح قريبا من العبور الى العالم الاخر بحس حاله يعود كانه اب من جديد مع ولد ولده ومع ولد ابنته طيب هذا معناته انه في هناك حاجه عاطفيه اليوم اصبحنا نفقدها ونفقدها لجيلنا الكبير كبارنا اجيالنا اجدادنا او من هم كبار سن في مجتمعاتنا واني اقرب المقربين لنا ارحامنا الذين لديهم هذه الحاجه في حاجه اليوم طب انا عندي صله رحم واعرف بان هذه حاجه لكن ولا شيء ما بتعامل معها لا اتواصل سنه سنتين ثلاثه بتمر احيانا تليفون ما بيرفع انا تجاه هؤلاء وهم يحتاجون الى هذا النوع من الصله وبدي اقول شيء هون مهم وكان يحصل في السابق اليوم يمكن ما يحصل احيانا بعض الناس قد يكون لديهم ابناء لكن يصادف ان هؤلاء الابناء يكونون عاقين ما عندهم تواصل مع والديهم احيانا صله الارحام كمبدا هي تعوض هؤلاء عن بعض ما يحتاجونه من الصلة من قبل ابنائهم بلاء أحياناً بواحد بلاء بابن اخيه او ابن اخته احيانا او واحد قريب يمكن لكن قرابه بعيد شوي ويتواصل معه باستمرار قد هذا يشعره بالامن وهو مقبل على حاله من القلق تجاه العبور الى العالم الاخر هي حاجه حاجه موجوده ولذلك اليوم إذا بتشوفوا الغرب إلى أين وصل في الاعتماد على الجانب الفردي وصل إلى مرحلة أن أصبح في بعض البلدان جعلوا هناك ملف في وزارة وزارة الشؤون الاجتماعية كما نقول ملف هو فقط لأجل ماذا؟ وجدوا بأن هناك تسع ملايين شخص في بعض الدول الكبرى عم بحكي يعيشون العزلة الاجتماعية الوحدة الاجتماعية الوحدة يعني الوحشة الاجتماعية الوحشة النفسية عايشين لحالهم امس عم بقرا انا ب في خبر انه بعد سنتين وجدوا امراه ميته على كرسي متحلل جسدها ما حدا بيسال عنها لا احد يسال طبعا هاي لو في صله ارحام كان ما وصلت الى هذا المستوى لكن ليش لقوا انه في مشكله بالاشجار وفي شيء راح يتساقط فخبروا عن أشجار موجودة بهذه الجنينة طبعا مهملة سنتين أو أكثر ربما مهملة فأجوا اكتشفوا بأن هناك جثة متحللة على كرسي ما حدا سأل عنها صلاة الأرحام هي تمس هذه الحاجة وعندنا حاجة تانية الجيل الكبير بحاجة إلى والجيل الصغير بحاجة إلى أحيانا واحد بيكون بي بي بين والدين عنده نقص عاطفي احيانا بيطلع له واحد خاله او احيانا عمه او احيانا ابن عمه، واحد من هؤلاء يعطيه هذا الاشباع العاطفي، اللي ما اخذه عند والديه، واحد بيه مسافر بتلاقي بيجي القريب لابيه بلاقي شو؟ بيدير باله على هؤلاء الابناء بيعوض، طيب اذا انا الحياه شغلتني والاباء اشتغلوا ايضا بفردانيتهم وعشنا ايضا ابتعاد زائد نتيجه انشغالنا كذلك بكل واحد بهاتفه المحمول وباهتماماته الخاصه وما الى ذلك طيب هول الابناء الذين اليوم هم نحن موكلون بهم نحن اللي بقى نعطيهم عاطفة نحن الذين نشبعهم من يعطيهم احيانا بيجي مين بيجي القريب يعطي هؤلاء ليش نتيجه التواصل الاجتماعي اذا ما في تواصل اجتماعي سيفقد هؤلاء ماذا سيفقد هؤلاء هذا الاشباع العاطفي ويروحوا لوين يروح يبحث عنه في اماكن اخرى ومجالات اخرى وعلاقات اخرى بينما الصله الاجتماعيه هي تهيئ الانسان لكي يحصل حتى على هذا المستوى فاذا ايضا هناك حاجه للاجيال وهذه الحاجه للاجيال هي متبادله الجيل الكبير يحتاج الى صله الرحم ليعيش بهذا النوع من الامتداد والاحساس بالامان والجيل الصغير ايضا يحتاج الى صله الرحم لانه يمكن ان ياخذ من بعض ارحامه ما لم ياخذه حتى في اطار بيته الاسري. اخر شيء في عنا شيء بدي عنده هو الصله المتطرفه، اكيد صله الرحم مطلوبه لكن يمكن توصل صله الرحم الى ان تصبح صله منبوذه لا يريدها الله سبحانه وتعالى وهي الصله القائمه على اساس التعصب. في روايه عن النبي صلى الله عليه واله جدا جميله يقول بيجي رجل للنبي بيقول له يا رسول الله اوصني أو علمني قال اذهب ولا تغضب قال الرجل قد اكتفيت بذلك بس كلمتين وصية طبعا شوفوا الوصية اللي هي كلمتين بسته... يعني بس ولا بس أنت روح طبقها وشوف قديش قديش شغلة بالحياة يقول فمضى إلى أهله فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفا ولبسوا السلاح عشيرة مثل هالأيام مثل هالأيام أنا بدي أوصل رحمي بشو بهال, أس... بهال... طريقة إذا ابن عمي عنده مشكلة أنا بنزل معه إذا عائلتي وعشيرتي عندها حرب أو عندها نوع من الصراع مع عائلة أخرى أنا بنزل معها هيك لأن عائلتي لأنه هي صلة الرحم هذا التطرف في صلة الرحم يصل إلى هذا المستوى هذا غير مطلوب ليش؟ لأنه يصطدم بالقيم اللي الله سبحانه وتعالى يريده يصطدم برضا الله عز وجل يقول قد قاموا صفوفا ولبسوا السلاح أخونا كمان ابن عشيري يقول فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نفهم أديش أهمية التذكر والتذكير بحدود الله عز وجل يقول واحد مرات أنا ما بيجي على المسجد لأنه صار حكي فيه تكرار لا أحياناً تجي أحياناً بينسى الإنسان بغمرة الحياة ينسى فيتذكر يسمع دائماً يقرأ القرآن دائماً يصلي دائماً حتى يتذكر موقعه من الله عز وجل يقول ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تغضب فرمى السلاح ثم جاء يمشي إلى القوم لأنه صار عنده شو برودة أعصاب صار عنده عقل يفكر بهدوء وتوازن قال الحرب اخي ليش نشبت خلينا نعرف السبب فجاء إليهم إلى القوم الذين هم عدو قومه فقال يا هؤلاء إن كان ما كان لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي في مالي أنا أوفيكم أو أنا بعطيكم إياه إذا في دية معينة بتحل الموضوع أنا بعطيكم إياه عم تتقاتلوا عشان هذه الدية أنا بعطيكم إياه ونحل الموضوع فقال القوم فما كان فهو لكم مش حتكونوا أكرم منا يعني استثار بعد أو حركته الإيجابية استثارت هذه الروحية الإيجابية عندهم التي كانت كامنة واللي مسيطر عليها كان الغضب يقول فما كان فهو لكم نحن أولى بذلك منكم نحن أولى بذلك منكم قال فاصطلح القوم وذهب الغضب. هاي صله رحم لكن صله تذهب بالانسان بعيدا عن رضا الله سبحانه وتعالى وهذه صله غير مطلوبه. اذا واحد بده يحط اليوم بعنوان صله الرحم هذه صله متطرفه وصله منبوذه. نسال الله ان يعيننا على انفسنا بما يعين به الصالحين على انفسهم والحمد لله رب العالمين.